إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات. من الله من الله تلقى الخير والبركات. من الله من الله تلقى الخير والبركات. صدق بلباس أو مال حتى لو كان قليلا على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا. تصدق بلباس أو مال حتى لو كان قليلا على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا. من الله من الله تلقى الخير والبركات. من الله من الله. يلا تعودوا معي يا أطفال. يلا كمل 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 كمل. من سحرك وتهريجك ودوما تسلينا قومي كثبت وكوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو ياسين كمل الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل. مساء الخير مساء الخير. على بالكم اليوم عرفت أنا باللي الأطفال ربي يحبهم سبحانه. شفتوا الشمس اللي راهي يا أخي؟ قالوا اليوم شتاء شتاء بزاف. ربي يحبكم ووالديكم يحبكم تاني اللي جابوكم اليوم وعمو يزيد يحبكم أكثر. شكون اللي يقرأ مليح؟ كامل هادو يقرأوا مليح صح. شكون اللي يحب المدرسة؟ شكون اللي ما يحبش المدرسة؟ شكون اللي ما يحبش المدرسة؟ خلاص أنا شفيت عليكم كامل. نروح نشوف الشيوخ تاعكم كامل كيما راكم. بصح ما كان حتى واحد ما يحبش المدرسة. هاي تخبيا يا أطفال. على بالكم باللي اليوم راكم معايا هنا باش تساندوني باش نمروا رسالة مهمة جدا جدا جدا. هي رسالة واسمها أرى أفضل لأدرس أحسن. الطفل بالمرات يكون عنده نقص في البصر بصح بلا ما يفيق. إذن احنا نوجه نداء للأولياء باش يفحصوا البصر نتاع أولادهم باش يقراوا مليح باش يقدروا يقراوا. ما تزعفيش. وش راكي بنتي لاباس؟ مرحبا بك مرحبا بك. إذن مادابيا تمروا معايا هذه الرسالة. واليوم كما شفتوا كاين بزاف أطفال جاوا داروا فحوصات طبية والناس جات من بعيد. رحبنا بهم وفرحنا بهم. ناس جاوا بكري. إذن الرسالة نتاع الفنان والرسالة على لسان الطفولة شفتوها كيفاش تمر يا أطفال. مرت بصفة جميلة جميلة جدا. إذن علاش قلت لكم شكون اللي يحب المدرسة؟ راح نتغنوا معايا. تعرفوا الأغنية تاع مدرستي؟ فوالا مدرستي مدرستي كم أحب اسمها دوما في شفتي أشدو بها. أعطوها ميكرو أعطوها ميكرو أعطوها ميكرو للشابة هذه. أعطوا لها الميكرو. هاد الشابة اللي عندها النبولة الخضراء تاع عمو يزيد هذه. غني معايا. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي هي دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتحياها مدرستي. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة
فلتحيا مدرستي. يلا كمل تغنوا معايا بالموسيقى. كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي، مدرستي مدرستي، كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي. فلتحيا مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتحيا مدرستي، فلتحيا كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. كسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. يلا 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 كمل كمل كمل. مع إخواني أمضي إليها بتفاني، ألعب أمرح بأماني، هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي. أدرس فيها مع إخواني أمضي إليها بتفاني، ألعب أمرح بأماني، هي قصري ومملكتي، هي قصري ومملكتي. كمل كمل كمل. أحلاها ما أبهاها، لا تنساني لا أنساها، ويزيد في قلبي هواها، سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي. ما أحلاها ما أبهاها، لا تنساني لا أنساها، ويزيد في قلبي هواها، سنة من بعد سنتي، سنة من بعد سنتي. مدرستي مدرستي، كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي. شكرا 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 شكرا. عجبتكم الأغنية؟ تحبوا المدرسة؟ برافو 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 يا أطفال. يا أطفال واش رأيكم؟ شكون اللي
شكون اللي يحب جداته؟ تحبوا كامل؟ على بالي علاش تحبوا جداتكم. كما نقول في الأغنية: برغم كل مشاكستي، ضوضاء لعبي ومشاغبتي، تحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. هكذا عليها تحبوا الجدة، ما تقولكم والو. ها نغنوا لها أغنية. إذن يلا: جدتي جدتي أنت سر بسمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. كامل 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 كامل. بالحب الصافي تكوني لي وتزيدين في تدليلي. بالحب الصافي تكوني لي وتزيدين في تدليلي. وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركات. وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركات. كامل. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. يلا 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 أطفال كمل كمل. برغم كل مشاكستي، ضوضاء لعب مشاغبتي. برغم كل مشاكستي، ضوضاء لعب مشاغبتي. فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. برغم كل مشاكستي، ضوضاء لعب مشاغبتي. برغم كل مشاكستي، ضوضاء لعب مشاغبتي. فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى. أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى. ودي من عمري تحيي لنا بوركتي يا جدتي. ودي من عمري تحيي لنا بوركتي يا جدتي. جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. عجبتكم الاغنيه؟ شكون اللي جمع جداته هنا يرفد يدو؟ شكون اللي جمع جداته؟ الله يبارك، ربي يحفظهم ان شاء الله، وربي يطول في عمرهم ان شاء الله. راي معنا اليوم خالتي خوخه في عمرها 87 سنه. مرحبا بك خالتي خوخه. مرحبا بك مرحبا بك خالتي خوخه. عيطت لي بنتها قالت لي: كيفاش راح ندير هذا العام؟ والف كل عام نديها وين تغني 8 مارس.
هاد العام راه عنديها. قلت لها جيبيها يوم 11 مارس. يا اخي على بالكم بلي عمو يزيد اعتزل الغناء للكبار على جالكم يا اطفال، لان تربيه النشء مسؤوليه كبيره، لهذا قمت بهذه التضحيه هذه. شكرا شكرا، يعطيكم الصحه. شكرا شكرا، ولادنا يستاهلوا كل خير، ماذا بينا نتعاونوا كامل كما رانا لتربيه النشء. يطول عمرك يطول عمرك. اذا عمو يزيد راح يغني للاطفال فقط، والاعمال الخيريه الموجهه للاطفال. بامكانكم تسجلوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com باش تجوا تحضروا معنا في الحصه. على بالي بلي كاين بزاف اللي سجلوا، ما تقلقوش راح نكمل نعيطوا لكم، لان كاين تسجيلات راهي لحقت 20,000. عيد ميلاده واسمه عبد الرحمن. عيد ميلاد سعيد يا عبد الرحمن. 15 مارس مازال شويه، معلش قولوا اليوم. هيا عيد ميلادك سعيد يا عبد الرحمن. شكون اللي عيد ميلاده اليوم؟ ما كانش بزاف. شكون اللي غدوه؟ شكون اللي عيد ميلاده في شهر مارس؟ راح نغني لكم الاغنيه اللي دارها عمو يزيد خصيصا لكم. عيد ميلادك احلى عيد يا اخي. اوكي تغنوا معايا، استناوا دقيقه، هاي جات خالتي خوخه. دقيقه دقيقه، تفضلي تفضلي. هذه خالتي خوخه اللي حكيت لكم عليها مقبله. خالتي خوخه كانت تبعني في كاع الحفلات تاع 8 مارس وكاع الحفلات اللي كنت نقوم بها. واش تقولي لهم خالتي خوخه؟ ها؟ واش تقولي لهم؟ ما عندي ما نقول لهم. قولي لهم ربي يحفظ. حبوس ربي يخلف عليا. واش؟ أنا كي وصلت لهنا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، مرحبا بك في أي وقت خالتي خوخه وشرفتينا. ربي يطول عمرك إن شاء الله، ربي يخليك. حبيتي تشطحي معايا؟ يلا. مرحبا بها مرحبا بها، خلاص يلا. عيد ميلادك أحلى عيد كامل. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نزهر وراح نغني نفرح ونعيش أحلى الأوقات، نزهر وراح نغني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشبعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعوا له واصحابه يبارقوا له، وشمل هدايا يهدوا له هيا نصفق ونغني له، وشمل هدايا يهدوا له هيا نصفق ونغني له. كاملة سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. ربي يطول عمرك ان شاء الله، شرفتينا خالتي خوخه. ربي يطول عمرك ربي يخليك. شفتوا الحيويه 87 سنه، ربي يطول عمرها ان شاء الله، وربي يخلي كاع كاع، ربي ان شاء الله يوصلكم وتكونوا بصحتكم. واش راكي لاباس؟ اروح 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 جيبوه.
على بالكم اليوم يا أطفال بلي كاين شريحة درنا الحفل هذا؟ أروح جيبوه يقولنا كلمة. معليش واش حبي تقول؟ واش حبي تقول؟ تحبهم؟ فوالا قالكم نحبكم الله يبارك. كاين اليوم شريحة شرفونا اليوم ودرنا الحفل هذا على شرف نتاعهم، هما ذوي الاحتياجات الخاصة. دوك نجي لعندك وليدي، دوك نجي. واشن حبي تغني؟ الكلون او طالع راهو جاي، كاين الكلون دوك يجي. خلاص حبيت اليوم نقول لذوي الاحتياجات الخاصة باللي رانا معكم ما نسمحوش فيكم، وهاد الالتفاتة هذه اللي درناها اليوم ما هي الا بداية، وان شاء الله يا ربي ربي قدرنا باش نعاونكم. على كل حال بطبيعة الحال الجزائري بطبيعته انسان مولا خير، لازم برك توري له وين يدير الخير. دونك حنا ان شاء الله نورو لكم وين نديروا الخير وتلتحقوا بنا، ورايحين ان شاء الله بربي تكون عندنا رسالة في كل مرة، في كل مرة رسالة. وهاد العملية هذه تاع أرى أفضل لأدرس أحسن راح نعموها. ماذا بيا نوجه شكر برك للناس، الناس اللي ساعدونا باش هاد العملية تتم. إذن راح نبدأ بقناة الشروق تي في. الشروق تي في اللي دارتنا هي الشريك نتاعنا في الحفل هذا، شفتوا كاع الرواج اللي دارتو. وكذلك ما ننساش ديوان رياض الفتح اللي رانا متواجدين عندهم هنا، اللي كانوا معنا في هاد العملية هذه. وتاني ما ننساوش إسيلور سيفو ألجيري اللي مدونا 500 نظارة للأطفال، 500 بير دو لونات، يعطيهم الصحة. كذلك شركاء الإعلاميين تاعنا، عندنا أستالا فيستا اللي عطونا لي شابيتو هذوك اللي اليوم درتو فيهم المكياج كامل يا أطفال، عطوهم لنا اليوم. ثاني معنا شركة رامي، بزاف دراري اللي يشربوا الجو تاع رامي اليوم، يا أخي شكون يشرب الجو تاع رامي اليوم؟ فوالا. كاين شركة أجل، نسا يعرفوها أجل، اللي همنا هو أنتوما. إذن الشريك تاعنا كذلك ورامي أجل، كذلك شركة كوندور اللي دائما متواجدة معنا. إذن رامي أجل وكوندور والشروق هما شركاء كذلك متعاملين في الحصة تاع مع عمو يزيد، يعطيهم الصحة. كانت معنا مديرية الصحة لولاية الجزائر، نشكرهم بزاف. مديرية الصحة كذلك لولاية الجزائر، كانت معنا مديرية الشبيبة والرياضة، جمعية نشاطات الأطفال والشباب القدس بالشراقة، كذلك كانوا معنا ادي ديسبلاي اللي داروا كاع لي زافيش اللي كانوا برا كنتوا تشوفوا فيهم، اوريزون كذلك هما اللي طبعوا هذوك لي زافيش، وبيان سور كان معنا دي غرا كومونيكاسيون اللي درنا كاع لي كونسيبسيون. نقول لكم باللي الجزائري انسان مولا خير، وين رحنا دقدقنا على الباب فتحوا لنا الابواب. اذا بفضلكم هذا ان شاء الله انا ماذا بيا في كل مره يكون عندنا عرس كما هذا ونحتفلوا. اليوم رانا هنا على شرف ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا ما نقولش المعاقين، نقول ذوي الاحتياجات الخاصة. ماذا بينا توقفوا معنا يا أطفال؟ واش رأيكم دركا نروحوا ألعاب الخفة؟ تحبوها ألعاب الخفة؟ يلا جانا عمو أسامة، نرحبوا به. قولوا عمو أسامة باش يدخل. كامل كامل كامل. مانيش نسمع فيكم مليح، اكو واجدين باش تشوفوا العاب الخفة؟ لا واجد دير في دي في زوج كامل صحة. هيا عاودوا هبطوا كامل يديكم دوك، اكو حابين نبداو صحة. كامل ديروا هكا، كامل ديروا هكا صحة، كامل وماك ديروا في جيوبكم صحة، وماك شدوا حاجة، شدوا حاجة مليح هكايا دوكا، كامل ديروا هكا وتيروها عليا صحة كامل. هوب هوب، مام توما لاكو الفوق تيروها لي، مام توما لاكو الفوق تيروها لي صحة. اوكي واش عندنا هنا؟ فرارة حمراء، هذه باسكو كي تحبوني بزاف هي اللي جات حمراء وكاع قلوبكم بيوضة. دوكا تبعوا معايا مليح، نعاودوا نحطوها لداخل هنا. كامل شتوها، كامل شتو بلي عندي فرارة خضراء صح؟ خضراء ولا حمراء؟ مانيش نسمع فيكم. حمراء.
مصباح وانا نقول لكم حمراء وانتم قلتوا لي خضراء ما فهمتش علاش. معليش نعاودوا نحطوها لداخل هنايا. دوكا شوفوا لازم كامل تحسبوا واحد زوج ثلاثه باش تروح. اوب راحت. دوكا لازم نعاودوا نجيبوها صح. شكون يجي معايا؟ شكون يجي معايا؟ هبطوا يديكم هبطوا يديكم. انا الخير. هبطوا يديكم لنشوفوا قاعد عاقل ومربع يديه نجيبوا معايا لهنا. لازم نسحقوا. دقيقه دقيقه دقيقه. كامل هكا كامل هكا صح. استنى خلاص هاي هنايا هاي هنايا هاي قدامي صح. معليش اروحي معايا لهنايا. واسمك؟ لينا. اسمها لينا. عطونا تصفيقة كبيرة على لينا صح. لينا الفولة راه هذيك عم بالك وين راحت؟ نعم. وين راحت؟ في داركم تحت المخدة تاعك على بالي. ينسر اكو حابين نعاودو نجيبوها. هيا خلاص نعاودو كيما مقبلة كيما جبناها مقبلة عاودو نجيبوها دوكا. كامل ديروها صح. تعاودو ديروها صح. هي اللي راح تشدها. شديها انتيا ماشي انا راح نشدها دوكا. عاودو انتي. لا انتي تشديها. هما يديروها لك وانتي تشديها. هيا كامل واحد زوج ثلاثة هوب. وراهي ما قدرتيش. معليش دوري تشوفي منا. هنا عيطنا لها على جال شعرها. راح نحكموا شويه من شعرها نقطعوه وباك نعاود نرجعوه فولاره حمراء. اكي قابله؟ ماكيش قابله نقطعوا لك شعرك. تسمى دوكا ما نقدرش نجيبوها لو كما نقطعوا لك شعرك. انتيا لا 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 معليش يا اطفال. سكات سكات شويه سكات. تبعوا معايا مليح. نحكموا هنايا شويه مش ما تخافيش مش حنقطعوهم. تخافيش نحكموا شويه منا هوب هكايا. فوالا شتو دوكا شويه مشعرها ولا احمر. دوكا السؤال المطروح اسكو راكو حابين شعرها رجعوا احمر كامل؟ لو حاب يقول نعم صح. لا ديسيزيون الاخرى لما تولي تولي ليها هي. اكي حابه شعرك رجعوا احمر؟ لا لا نخلوه كيما كان صح. احمر لون الاحمر لون شباب. لا لا معليش ما حبتش. معليش يا اطفال ما حبتش. نديروا لها رايها. اوكي هاي عاودي شوفي شدي منها مليح. شدي منها وحسبوا انتوما واحد ثلاثه هوب راح. عطونا تصفيقه كبيره عليها. الاولاد راح نقول لكم كان واحد الاطفال كانوا عندنا هنا قبيل كما قال لكم عمو يزيد. كاين بعض الاخوه اللي عندها مؤسسات اللي جات شاركت معنا في هذا الحفل منهم عائله اقل اللي راهي متواجده معنا. دارت مكان اللي دارت فيه الرسم. كانوا واحد الاطفال شاركوا وحنا خيرنا من الاطفال هادو خيرنا ستة اطفال اللي شاركوا في الرسم. راح نقول لكم مسته هادو راح نعيطوا لهم يجوا هنا وكاين زوج فيهم راح نعطوا لهم لي كادو. هي عباره مهدات من عند عائله اقل. هي عباره عن طبلات. المشاركه الاولى واسمها حمزه منيا. وراهي بنيا. بنيا بونجور احكمي مكانك. واسمك؟ منى. المشارك الثاني او الثالثه مساوي عبد الرحمن. شكون مساوي عبد الرحمن؟ راك هنا. روح طلع من هيك وليدي وارواح صحه. حمودي مهدي روح وليدي من هيك ودخل اجري. املال بلال سلمان ايا. انت واسمك؟ موساوي عبد الرحمن مكانك. روح وليدي. انت واسمك؟ مهدي. روح مكانك. حمودي ادم هو هنا. اقعد احكم مكان وبدا ترسم. بن شريف ياسين هو التام. حمودي اقعد لهنا. هيا روح لي اكره. مساوي عبد الرحمن وراك. مساوي عبد الرحمن راك هنا. اوكي عندنا المشاركين هادو اللي راهم متواجدين عند عمو يزيد يكملوا يديروا لنا رسم واحد اخر
فيما بعد راح نشوفوا الزوج اللي فازوا بلي طابلات اللي يهديهم لهم عائلة أقلو. شكرا، راح نعاود نواصل للحفل تاعنا مع مو يزيد. شكرا. واش راكم ديروا هنا انتوما؟ ربحتوا في الرسم، رسمتوا مليح انتوما. هيا مرحبا بكم. انا جبت معايا طفلة نحبها بزاف. هالطفلة انا اكتشفتها في حصة، في حصة على قناة شروق تي في. واسمك؟ أنفال. واسمها أنفال. بلا كنتوا شفتوها معايا في الحصة. الطفلة هذه مريضة ولكن عندها إرادة قوية قوية قوية. واش جبتي لي أنفال؟ شوفوا أنفال واش دارت. هذه صورة عندها مدة راحت كبرتها، قالت لوالديها نروح نكبر الصورة تاعي مع مو يزيد ونديها له يشوفها. بصح هاد الصورة أنفال دروك نديها أنا ولا أنتي؟ نتايا. وعلاش ما تقرديهاش أنتيا؟ عندك واحدة أخرى؟ داكور، درت الدوبل. قفزة، شاطرة شاطرة شاطرة. إذا بنتي يعطيك الصحة على هاد الهدية هذه. صفقوا عليها يا أطفال، صفقوا عليها صفقوا عليها. فوالا، برافو أنفال، برافو. تحبي تقعدي هنا؟ هيا خلاص. تستاهل تقعد هنا أنفال؟ تستاهل تقعد هنا؟ ربيا. أنا دركا راح نغني لكم أغنية على بالكم، بالك شفتوها في لا بوبليسيتي وكامل. هذه الأغنية أنا وليت نحبها بزاف. هذه الأغنية تتغنى بحقوق، من حق الطفولة، من حق الطفولة صحة، علم، حب وحنان. أنا حبيت نشوف هذه الصورة، هذه نشوف الأطفال مع مواليهم. مهم جدا، لأنه هذا نداء تاني نوجهوه باش يتقربوا مولادهم، لأنه الطفل حساس والطفل إلي تريز انتليجون. أنا حبيت ندير حاجة. تحبوا الألغاز؟ إذن يحمل أثقال ولا يستطيع أن يحمل مسمار. يحمل أثقال ولا يستطيع أن يحمل مسمار. شكون؟ أعطي الميكرو للشابة هذه اللي ورفتها باباها. هذه الشابة هذه، أعطي لها الميكرو. حشمتي؟ بابا هو اللي كان يرفض لك في يدك مش انت. فقنا فقنا فقنا، ماشي هي. شكون؟ أعطي لها هذيك اللي قدامك، العروسة هذيك. أعطي الوحدة فيهم معليش. بح بح. عاودي لنا. بح البحر. وانت؟ البحر. قلنا الجواب. لا 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 لا، قلنا الجواب. عرفوا؟ وانت عرفتي تاني؟ زعفوا كم؟ لا 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 لا، ما تزعفوش العمو يزيد يا اخي. هيا قل لي الجواب. بحر. بحر. فايز. فايز قال لكم البحر. انت تاني عرفتي البحر؟ عرفتيه؟ الله يبارك الله يبارك. عرفتيه؟ البحر. لابيسين. قلت لكم لابيسين، عندها الحق. لابيسين تاني، يرفعوا اثقال ولا يرفعوا مسمار. برافو برافو برافو. وشن؟ عرفتي البحر تاني؟ شاطرين بزاف انتم، انا ما نقدرش انايا. شكون يعرف البحر تاني؟ هو يحبني انا. هيا بوس عمو. واسمك؟ واسمك؟ عبد الله. تغني لنا اغنية يا عبد الله؟ تعرف تغني؟ هيا غني. جدتي. ربي يسهل ربي ويغني لكم جدتي. برافو برافو. وي أنفل؟ أنفل حب تبوسني وتروح. فوالا بنتي، بشفع لك بنتي، الله يبارك. انت يلي سبتي الإجابة تاع اللغز. واش نعطوا لها؟ طابلات. شوفوا، جبناكم اليوم باش نديروا لكم فحص على العيون بلي الطابلات مش مليحة بزاف، ونزيدوا نعطيكم طابلات. طابلات معليش، بصح بشرط
يا أطفال توعدوني باللي تنقصوا الطابلات بزاف والأورديناتور بزاف ما مش ملاح، ولكن فيهم الإفادة، هما يفيدوا ولكن ما لازمش نكتروا منهم. إذن أقل 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 اللي همنا هو أنتوما، رايح يهدي لك طابلت. هيا وراه هي الطابلت تاع الشابة هذه، فوالا ذكريهم باسمك. هدى. هدى دوك هدى عندها من طابلت كيدز، فوالا مهدات من طرف أقل اللي همنا هو أنتوما. هيا برافو 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 بنتي. مدرستي الحبيبة من منزلي خريبة، أبوابها مرتفعة أقسامها متسعة، أحببتها قلبي لأن فيها صحبي، أغدو بها طبيبة أو كاتبا أديبا. كاتبا أديبا برافو. وش حبي تقولنا واسمك؟ يوسف. وش حبي تقولنا يوسف؟ أغني مدرستي. هيا غني. مدرستي الحبيبة من منزلي قريبة، أبوابها مرتفعة أقسامها متسعة، أحببتها من قلبي لأن فيها صحبي، أغدو بها طبيبا أو كاتبا أديبا. برافو 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 برافو. الدراري كاع يحبوا يغنوا، ولكن الشيء اللي يعجبني فيهم انهم يغنوا اغاني تربويه. هذا الشيء اللي حابين، على هذا الشيء اللي اعتزلت انا الفن تاع الكبار باش الاطفال تاعنا يسمعوا هذا النوع من الاغاني. لغز ثاني، واش رايكم تحبوا؟ ما هو الشيء الذي لا تستطيع ان تحفظه الا اذا اعطيته؟ سهلة دي، قارفة يديكم. ما هو الشيء الذي لا تستطيع أن تحفظه إلا إذا أعطيته لغيرك؟ السر. 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 ماشي السر. يلا أعطي لهم الميكرو. شكون يعرف؟ ما عرفتش، ما عندها الجواب. ما هو الشيء، ما هو الشيء الذي لا تستطيع أن تحفظه إلا إذا أعطيته لغيرك؟ أعطيه الميكرو. لا لا مش السر. لا لا أعطي له. لا لا أعطي لها. الصوت. 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 لا لا الاسم. لا لا مش الاسم. وش هو؟ أرواحي أرواحي. خلاص 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 قلتوا. أرواحي قولي لنا وش هو الجواب. تعالي تعالي. عرفتوه كاع. وكيفاش راح ندير؟ صح. شيء شيء لك ولكن غيرك. ربي طول عمرك. وش رايك سيدي؟ ماشي مشكل. خلاص خلاص محمد معليش. وش هو هذا الرسم؟ قاعد معاهم. استنى يقولي لهم وش راكي حابه. قطتي صغيره. حبيتي وش ديري؟ قطتي صغيرة. حبيتي تغني؟ قولي حبيتي تغني. قطتي صغيرة واسمها نمي، شعرها طويل تولها قصير نابها يسل. حبيت تغني غنية على الماء. الماء وجعلنا من الماء كل شيء حيا، صدق الله العظيم. الماء لحيوان الأرض والنبات، به البقاء وبه النماء، ومنه جاء الحسن والبهاء، فاحرص على نظافة الأبدان، نظافة المكان، فلم تكن ولدا لطيفا، ما لم تكن
طول المدى نظيفة. برافو برافو. ايه واسمك بنتي؟ وسام. وسام جات اليوم تحتفل معنا وتوقف معنا، واش تقولي لهم وسام؟ تحبيهم؟ ايه. قالت لكم نحبكم وانتم ما تحبوها؟ واش تقولي لهم؟ قولي لهم نحبكم. حبكم. واش بيها؟ واش بيها هاد الشابة هادي؟ واشن؟ واشن؟ دقيقة دقيقة دقيقة، واش حبيتي تقولي لهم؟ شعب الجزائر مسلم وإلى الغروبة ينتسب. إلى؟ وإلى الغروبة. العروبة. وإلى العروبة ينتسب، من قال حادا عن أصله أو قال حادا عن. برافو برافو برافو. دقيقة، الطفلة اللي جاوبت على اللغز، أروحي بنتي. واسمك؟ إيمان. ما هو الشيء الذي وشن؟ أوه. ربي سن إن شاء الله، ربي سن. ما هو الشيء الذي لا تستطيع أن تحفظه إلا إذا أعطيته لغيرك؟ ما هو؟ الجواب هو الوعد. الجواب هو الوعد، لا بخمس. إذن هذه الطاقة هذه لازم إحنا اللي نوجهوها، وإحنا دوك لازم يديروا الرياضة، لازم يقراوا، لازم نهضروا معاهم، لازم نخرجوهم، هذه مسؤوليتنا. إذن أجلي هدي لك من تابلت، صح عليك صح عليك. دراري هذي قاع حبوا يغنوا على بالكم، قاع نعطيهم شوية شوية، هيا شوية شوية، هيا اللي يغني أروح أروح. واش استناو استناو بالعقل بالواحد، هيا غني دور غني. مدرستي الحبيبة من منزلي قريبة، أبوابها مرتفعة وأغصانها متسعة، أدعو بها طبيبة أو كاتبا أديبا. برافو برافو برافو. ما تعودوش بالك وطيحوا. واشن نقولك؟ لغز. قولي لي لغز. عندي 12 ولد ولكل ولد 30 ولد، من أكون أنا؟ برافو. يلا تغنوا معايا كامل، من حق الطفولة صحة علم وحنان. اقعد معايا يلا. من حق الطفولة صحة علم حب أمان أمان كامل. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. يلا 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 كامل كامل حقنا، جهزوا الأيدي قاع يا أطفال، قاع 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 قاع. صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع، واجب نربيه نتكفل ليعيش في عز وهنا، لا ندفعه للعمل فلا زال صغر ضعفا. من حق الطفولة مهما كان، نفوسنا
الأسماء وعند بحر ونحميه من كل داء لا نرضى أن يستعبد وله الحق في الغذاء ليبقى سليم الجسد ونعامله بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقبولة ولا مدلولة تعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقبولة ولا مدلولة تعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان برافو 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 إذن من حق الطفولة صحة علم حب وحنان دقيقة يا أطفال فايز حب يقول لنا حاجة واش تقول لنا فايز قد عقلكم قد عقلكم مليح فايز قالكم نحبكم كامل يا أخي وحنا نحبو إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات على الأيتام والفقراء